من بعد الفجر هتلاقيني عندك. ايوه من بعد الفجر هتلاقيني عندك. لا يا عم مالكش دعوه بحوافزي، خليك في حوافزك انت. ايوه 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 لا مفيش حاجه مفيش حاجه. طيب انا انت بتشد السلك من عندك ولا ايه يا عماد؟ ماشي بكره ربنا يرزقك بشحن رخم. سلام بقى يا عماد. ماشي بكره عدي عليك. طيب ايه؟ السلام عليكم. الثلاجه فيها ميه قال انا جعان قوي قوي. انت ايه؟ انسان. انسان؟ وانا بقول لك نوعك ايه؟ انت مين؟ كان تعيش وتعاش يا بني ادم. انت جاي حضانه؟ انت تبع ايه؟ انا مش تبع حد، انا رئيس جمهوريه نفسي. وجاي بلدي تعمل ايه؟ جاي بيتي تعمل ايه؟ ده بيتي. جاي عندي ميعاد مع شباب بشر. انت بتسال اسئله غير منطقيه. على فكره انت فوق الفظيع فوق الفظيع. وانت تحت المريب. بلا تحت المريب بلا تحت الكوبري. خد تعالى هنا يا بني ادم يا بني ادم. انت هنا في بيتي ولا هديك عود. هتضرب ولا ايه؟ بقول لك ايه، انت اسمك ايه؟ من غير ما تستعصم عليا، اسمي بسيوني مراد الحيوان. كمل. كمل ايه؟ ما الاسم خلص. ايه نوع الحيوان؟ الله الله الله، انت بتقل ادب. انت هتضرب ولا ايه؟ كويس بقى ان انا ما غيرتش هدومي. ها ده انت هتاكل علقه. 26,000 موظف. بيسو حبيب قلبي. معلش اتاخرت عليك. يا معتز ازاي حالك؟ جبت الحشيش؟ جبت الحشيش. امال ايه؟ عيب عيب. حشيش حشيش يعني مش اي حاجه. بص دي اللي انا بشرب منها، ودي بردك اللي انا جبتها لك بردك بشرب منها. اسمها ايه دي؟ طرابوره. ايه؟ طرابوره افغاني. سجاير ماشي، كانشا ماشي، غرقانه ماشي، ما تشربش بردك ماشي. يلا يا جدعان. مين ده؟ ما اعرفش، واحد لقيته في البيت ملوش لازمه. لوك 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 لوك. وانا ضغطي عالي. مش وين؟ كم كام؟ واحد واحد. يلا يا جدعان مش كل مره تكسفونا. ماله ده؟ ده من عليه بيشجع. ايه ده؟ ده بيرجع. صاحبي. ايوه بس مش صاحبي. ايه؟ حبيبي معلش معلش. خلاص يا عم بقى، ما قلت لك انا متاسف. قال لك اسف 100 مره بقى. خلاص بقى. ولو برضه يا معتز انا اتهنت. واقول لك ايه، بعد كده لما تحب تشتري حشيش ما تجيبش الاشكال دي عند البيت تاني. ماشي؟ تشتري حشيش يبقى روح اشتري من المحل. حازم ده جون فينا يعني في مصر. بس لينا. انت بتشجع ايه؟ واحد مصري هيشجع ايه؟ نيجيريا. نيجيريا. قلت لك انا قلت لك اللي سامحه هو ابصر ايه وما ادري ايه. بتوقع صاحبي؟ هو فين صاحبك ده؟ 14 اكتوبر. يا فوق الفظيع، محدش سمع لك صوت ليه؟ ايه بتشجع؟ بترجع. نرد على صاحب عدل. انا متشكر يا وز عشان انت خدت لي بطاري وربطته. بس ماتش حلو قوي. النتيجه كام؟ 2-1. ومين اللي بيلعب؟ مصر ونيجيريا. احنا السود. ها عالية جدا بدنيا فنيا، سجل هدفين فقدمت اسكتلندا، وتعادلت ايطاليا في الشوط الثاني من خلال الظهير اللي امام حضراتكم جروسو من ركنيه فيها متابعه كانت رائعه. يرفع المنتخب الايطالي رصيده من النقاط في المجموعه الخامسه الى نقطه رقم 14. السلام عليكم. السلام وبركاته. اوعى تيجي جنبها. ها انا حذرتك اهو. ايه القرف ده؟ ايه القرف ده؟ الله ايه ده؟ المفروض ان دي شركه محترمه. دوس هنا لو سمحت. دوس جامد جامد جامد. اتقل جامد. ايوه بس ايوه. شكرا. ها ايه رايك بقى؟ في الخمسين خط انا عينيا ليكوا. في الموضوع اللي قلت لك عليه. ايوه ما انا مش فاهم الموضوع بالظبط. اللي انتوا عايزينه مني ايه؟ عماد كل اللي عاوزينه منك هنديك اسم حد معين وتاريخ ميلاده. هتدخل على الكمبيوتر الخاص بالشركه تجيب لنا شويه بيانات بسيطه عنه، عنوانه، سكنه، حاجات سهله جدا. ها يعني انتوا عايزيني اسرب بيانات العملاء؟ ايوه ايوه ايوه. ايه؟ لا طبعا ما ينفعش، ده مش من صلاحياتي وضد مبادئي وضد اخلاقي. يا سيدي سلامه مبادئك واخلاقك وصلاحياتك، الموضوع بسيط جدا. الانسانه دي ايه؟ انسانه؟ هي كمان انسانه مش ذكر؟ مستحيل مستحيل يا عماد. البنت دي قلبت من عنده خاتم الماس 9 إيراد وغيرت عنوانها. لا عرفنا لها عنوان ولا سكن ولا بيت، لا احنا ولا البوليس.
وانت الوحيد اللي ممكن تخدمنا في الحكايه دي. ما ينفعش يا عماد، مستحيل مستحيل. 100 خط. وعايزين موبايلها كمان ولا العنوان بس؟ كل البيانات. برضه لا، مش انا، مش انا يا استاذ اللي يعمل كده، مش انا يا عماد اللي يتجسس على بيانات واحده بنت. انا اسف. الزياره انتهت، اتفضلوا. انا اللي هتفضل. مشروع الخطوط اتلغى. ولا كل خطوط العالم بعد اذنك. انا شريف. انت فاشل، انا عايزك تبيع لي خطوط. ما عنديش مانع، بس انا ليا طلب، عايز اقول حاجه كده. هدي لك 5000 جنيه. مش فلوس، ال 200 خط دول انتوا عايزينهم امتى؟ 200 ايه يا ابني؟ احنا كل اللي قلناه 100 خط بس. مين قال 300؟ انا من ساعه ما جيت هنا وهم 400. موافق موافق. على فكره هي عندكم بالتاكيد، احنا دورنا في كل الشبكات التانيه ملاش اي وجود. اتفضل. 400 خط. ده طلب الشركه. قول لي بقى اسمها ايه؟ وعنوانها؟ ورقم موبايلها؟ وكل بياناتها. يا ابني امال انت هتعمل ايه؟ معلش معلش، نسيت، متوتر متوتر. فهمت؟ خلاص فهمت فهمت. اسمها ايه بقى؟ سارة محمد المهدي. اسم جميل. اوكي يا جماعة، ان شاء الله بكرة الصبح ال 500 خط هيبقوا من عندكم. السلام عليكم. السلام. امسك كده يا راجل، ارفع رجلك ارفع رجلك. بس خلاص. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. انت اتجننت؟ تدخل فين؟ انت عايز تعمل لي مشكلة؟ علشان خاطر يا نوجة، دي خدمة إنسانية لواحد صاحبي عزيز عليا قوي لسه متعرف عليه النهاردة. لا يا طارق، ما تسبلنيش بليز. 5 ثواني. نو. هخش الكنترول روم 5 ثواني اجيب البيانات واخرج. 5 ثواني. نو. طب 3 ثواني. نو واي. طب نص ساعة. طب نص ساعة، اوكي. مرغني. طارق، ايه اللي جابك هنا؟ نجوى عايزاك تحت. نجوى تحبها؟ خريت على طول. بس حب من طرف ثالث. يعني ايه اول مره اسمعها دي؟ يعني هي بتحب واحد وواحد بيحبها وانا بروح اقعد معاهم كده. هي حكيت لي بقى على الاولاني، عمرها ما حكيت لي عنك. طب هي عايزاك تحت. طيب يلا بينا. يلا بينا ايه؟ ما هي قالت لي استناك هنا لغايه ما تطلع تاني. هي لسه كده؟ ايوه انا خدت منها اذن. طيب. هكدب عليك، عايز انزل الاقيك طرف اول. خلص. ايوه. سارة 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 الضفراوي، سارة سارة محمد المهدي، سارة محمد المهدي. ايوه سارة محمد، 15 شارع المعادي. تمام اوي. طيب ربنا يستر. ايه ده؟ ايه ده؟ 5-7. ده رقم الاستاذ اسامة منير. اتصل. الو، هاي يا اسامه. على فكره الحلقه حلوه قوي النهارده. ميرسي ليكي، ربنا يخليكي. الصوت ده انا سمعته قبل كده. ايوه. الكمبيوتر بتاعي فيه كام رقم؟ ايوه 17. لا انت بتعمل ايه هنا؟ فيش، كنت عايز اتكهرب بس ما عرفتش. وانا كنت عايز احب بس ما عرفتش. ليه؟ حصل ايه؟ قاعد ترغي ترغي وما فتش منها اي حاجه. طيب معلش. طب افك انا بقى. طب ما افك لك، انا معايا فك. طب معاك 10 خمستين؟ لا، معايا 6 8. يا راجل افك لك وبتاع، عمال ترغي وموقفني. اقعد اقعد يا مرغني. سلام. ماشي. جرب بقى الوصله، يا رب تكون اشتغلت. علشان كده حاسه ان عمري ما هقابل حد احبه ويحبني. صدقيني يا ريهام، الحب هيجي لوحده. كتير قوي بنقعد ندور على الحب. دي ريهام صديقه البرنامج. اخطاء كبيره جدا. ايوه الحب ده اسمه نصيب، هيجي لك لوحده. شكرا ليكي على ترتيبك. ازاي تبقى نصيبك؟ خلينا نهدي لك الاغنيه اللي جايه. السلام عليكم. معتز فين؟ هتلاقيه فوق. معتز انزل. عبد الله على السلامة، اركن العربية في أي حتة واطلع. أنت عارف إني لا أستطيع الطلوع، أنزل أنت،
انزل بسرعه عايزك. خلاص خليك انا نازل بسرعه. طيب خلاص. رهيبه رهيبه رهابه. القهوه قهوه ايه يا راجل؟ دي تقرف. انا بتكلم على البنت اللي انا كلمتك عليها قبل كده. صوتها صوتها يا معتز تحفه. وانت بقى سمعت صوتها فين قبل كده؟ سمعتها بتتكلم مع الاستاذ اسامه منير. ايه انت لسه بتسمع البرنامج ده؟ لا يا راجل لا لا ده 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 بالصدفه بالصدفه. انا ما خلاص بطلت. ايوه كده. انا عايزك بقى وزه تعرفني عليها. بقول لك ايه؟ ايه ابعد عليها دي خالص ودي رقمها. لما اتاكد الاول انها مش نصاب. ولا دي اكيد بنت ملعب وانا عارفها. اخرس. انا ما اسمحلكش تقول عليها كده. انت فاهم ولا لا؟ ولا اخرج بره الموقع. يلا بره. انت مش محترم وضلالي. ولا انت بتعزلني قدام العمال؟ ايوه اشهدوا يا عمال مصر. ولا امشي يلا. هاي يا جميله انت فين؟ في الشغل لسه خارجه حالا من عند المدير. طب ما تعدي عليا تاخديني ونروح المطعم اللي جنب النادي الاهلي. الفرصه جت. المطعم ده فين؟ ايوه ده في الزمالك. طب يلا باي. جميله ولا اقول لك مش قادره اخرج؟ ما تيجي نتغدى عندي في البيت. طيب خلاص هستناكي. اوكي. ايه الاشكال دي؟ اكيد بتهزروا. طب انا اكلمها على الموبايل. اتصل بيها على الموبايل واشوف. ده انت نسيت الموبايل. شيل الفيش شيل الفيش. انا قفلت انا قفلت. انت بتحكي على ايه؟ مش انا اللي بتكلم. اهو بقول لك ايه لو سمحت. نعم. في مطعم تاني او كافيتيريا او حاجه هنا جنبكم ولا حاجه غير دي؟ اللي لازق فينا ده على طول اللي هنا كده. يا راجل يا راجل. يا ساتر. ممكن تفهم بعد اذنك؟ لا شكرا. يا ترى هتطلع اي واحده فيهم؟ يا رب تطلع كلهم. ايه الصحراء دي؟ سوري يا جماعه معلش لو سمحتوا اللي عامله تليفونها سايلنت يا ريت شغل الجرس. ها انت يا استاذ. ايوه اطلع بره لو سمحت. حاضر. ما جاتش ليه بس؟ لو سمحتي هو حضرتك داخله هنا تعملي ايه؟ اكيد تقصدي المحل اللي جنبنا على فكره. يا سلام خش شوف الشعور اللي جوه بكره تتعقدي. ترى بلكونتك بتبص على الشارع. هتيجي سارة. ايه ده؟ هي حامل ولا ايه؟ لا لا ايه الحيوان ده؟ ده شكله كلب. اعمل ايه؟ مستشفى مستشفى
ام 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 او اس. ايوه الو مستشفى الكلب. مستشفى. ايوه انا عايز عربيه اسعاف. يا رب ولد ولد. ايه دي مش حامل. يا رب تقوم بالسلامه. يا دكتور خير طمني. كان عندها اغماء نتيجه حاله تسمم. واضح انها شربت حاجه مشنطيطه غصب عنها. اختصاب؟ اختصاب يا استاذ. امال ايه؟ يعني ايه اللي حصل؟ يعني انا ممكن دلوقتي اخش اطمن عليها؟ لا دي طلعت فوق خلاص. ايه ماتت؟ ماتت ايه يا استاذ؟ طلعت فوق في الدور السابع. في السابع؟ وما لقيتوش غير السابع اللي طلعوها فيه؟ طيب اجي لها بكره بقى ان شاء الله تكون نزلت لارضي. ما في اسانسير. المهم يكون في سلم.